سلمك. ايه مالكم؟ ها؟ ابدا يا حبيبي، سلامتك. اما اقوم اعمل لك لقمه تاكلها. لا لا لا، مش وقت واكل ايه، مش دلوقتي. قوم انت ارتاحي احسن، انا حاسس ان انت مالكيش مزاج كده. ما زي الفل اهي، بس على الاقل بقى تسمع الكلام اللي هي هتقوله لك. اسمع الكلام ليه؟ انت شايفاني بعصاها؟ انا عارفه لك يا اخويا. فتكم بعافيه بقى. يعافيك يا اختي، على مهلك يا ام شهيد. بلاقي ايه ده، الحيط في الحيط. مع السلامة. ايه يا ام، ما تقومي بقى، قومي ارتاحي شوية. هتنام كده على طول من غير ما تاكل حاجة؟ اكل ايه، مش وقته. بقول لك ايه يا ام عمر، اسمعي كلامي عشان انا كمان اسمع كلامك زي ما قالت ام شهيد. قومي يا حبيبتي. ايوه، يعني هو صاحب جد ولا صاحبك انت يا ماما؟ صاحبي؟ ايه الالفاظ دي؟ ايه قلة الادب دي؟ ايه فيها ايه؟ انتوا ليه بتاخدوا الكلمة بمعناها الوحش؟ هو مش في صداقة بين الراجل والست؟ للأسف يا أشرف، ماما ما بتؤمنش بالصداقه دي للاسف. يا سلام، يلا يا اختي، يلا انت وهو على اوضتكم، يلا. واياك اسمعكم بتقولوا الكلام الخايب ده تاني. حاضر. وانتي افندم.
انا مش قلت لك مليون مره ما تتدخليش في الكلام اللي مالكيش فيه؟ اسفه. واسمعوا، لما تروحوا عند جدكم وجدتكم ما تجيبوش سيره باي حاجه حصلت هنا. سيره حاجه زي ايه يعني؟ يعني اي حد جالنا، احنا رحنا لحد ليه من غير ليه. يلا يلا اتفضلوا على اوضتكم. يلا. شايفه صاحبتك يا عبير؟ معلش يا عمي، هي متوتره النهارده شويه. متوتره من ايه يعني؟ يمكن المقابله هي اللي خلتها في الحاله دي. خلتها وتخليها برضو تكلم الجدع اللطيف ده بالطريقه الجافه دي؟ انا كلمته بطريقه جافه؟ سالي روحك. انا مش قللت الذوق يا بابا. انا ما قلتش انك قللت الذوق، بس وجهتي له كلام كان ممكن يحرجه ويحرجني. معلش يا عمي، انا عارفاها لما بتبقى عدوانيه كده شويه، بس حضرتك تفتكر ان هو زعل من كلامها؟ لا يا بنتي ما زعلش، لانه راجل رزين وحكيم وداخل وهو شاري. ايوه شاري، ده احسن تعبير. يعني ايه؟ ايوه، نظرته للجواز ماديه، شراء وبيع. هو ده حكمك عليه بقى من اول قعده؟ طبعا. وده اللي اتفقنا عليه يا سلوى؟ حاضر يا بابا، انا هعمل اللي انت عاوزه عشان مش عاوز ازعلك. يا بنتي انا مش بضغط عليكي، لان في النهايه القرار هو قرارك، بس القرار ده لازم يبقى بتأني وتاخدي فرصه للتفكير. مش ده اللي اتفقنا عليه قدام صاحبتك؟ حصل يا عم، حصل. حاضر يا بابا. طيب هنقول له ايه عشان ميعاد العزومه؟ اوكي، بس انت تيجي معايا. اجي معاكي اعمل ايه؟ انتوا هتقعدوا مع بعض عشان تتعرفوا على بعض اكتر. خلاص عبير تيجي معايا. انا؟ لا طبعا ما ينفعش. خلاص بقى انا كمان ما اقدرش. يا بنتي هو انت صغيره وهو راجل جاي من الشارع؟ ده راجل محترم. هتقعدوا في مطعم وتكلموا مع بعض الند للند. ها؟ حاضر. على فين يا عمر؟ لا يا امي، اروح اشوف شغلي بقى. ده زمان الباشا دلوقتي عامل شغلانه ومستنيني على نار. لا هو كل يوم وليل ونهار كده اهو. هو ايه، ما بيعذرش ولا ما بقاش حد الزمان ده بيعذر؟ ما هي الناس بقى وراها مصالح برضو وعايزه تشوف احوالها. المهم انا مش عايزك انت تقلقي بالك عليا للدرجه دي، بالراحه. يا ابني لو ما كنتش انا اقلق عليك مين اللي يقلق؟ ما تخافيش، انت هتقلقي عليا ليه؟ ولا انا متعود على الشقه ده. انا فين من زمان وعلى يدك. انا مش قعدت يجي 7 سنين في الجيش، كنت بنام في مخابئ في الرمله وتحت رجلي عقارب وتعابين. لا مش هنا، انت هتخافي. المهم يعني انا مهما حصل لي في الحياه المدنيه دي دلوقتي يبقى نعيم بالنسبه للي كنت فيه. خلاص بقى يا حبيبي، انسى بقى، انسى وفكر في نفسك. العمر بيسرقك يا عمر يا حبيبي، الحقه الحقه الحقه. هعمل ايه يعني؟ تتجوز يبقى لك بيت وعيال. اتجوز ويبقى لي بيت وعيال؟ يا دلوقتي لما عمر. ليه يا حبيبي؟ لو انت عجزت، ده اللي قدك بيتجوزوا مره واثنين وثلاثه، وياما رجاله اكبر منك ب10 20 سنه ولسه بيخلفوا. ربنا يديهم الصحه. يعني ما بيحصلش؟ لا بيحصل. بس انت ايه حكايتك النهارده بقى؟ انت شايفاني عروسه ولا ايه؟ يا ابني قشر انت بس. ودي مين اللي ترضى بيا؟ 1000 واحدة تتمنى. يا دي تبقى واقعة قوي. يا سلام عليك يا عمر، ليه يا حبيبي بتقول على نفسك كده؟ انت في حد زيك في الدنيا؟ الله، ده في عينيكي بس انت يا امي على رأي المثل، مين يشهد للعروسة؟ ولا المثل التاني اللي بيقول البتاع فعن ام البتاع غزال؟ يا سلام عليك يا عمر، كل حاجة واخدها ضحك كده. انا بتكلم جد بقى. انا كمان بتكلم جد. هو الجواز اي حاجة؟ مش لازم له مصاريف على الاقل؟ هي كل واحده هتقول لك اغرف واديني؟ وانت عايزاني اتجوز واحده ما تقوليش اغرف واديني كمان؟ ياما في ناس يا ابني طيبه وانوعه عندها الستر ده بالدنيا وما فيها. والله انت اللي بالدنيا وما فيها. انت ما فيش زيك يا ام عمر، انت على راي المثل اللي بيقول ظالم الحسن يمشي ملكا. انت ملكا، انت كنكور كبير. اسكت بقى، انا بتكلم جد يا عمر. انا عايزك تريحي بالك انت، وبعدين لسه ملحوقه هنتكلم كتير. خلي بالك من نفسك وبلاش السهر، ما تستنيش الله يخليكي. انت برضو خارج؟ انت شايفه ايه؟
طب خارج رايح فين؟ ايه رايح فين دي؟ رايح الشغل. هو برضو في شغل الساعه دي؟ هو الشغل له مواعيد برضو؟ لا طبعا. بصيلي يا حبيبي. الله 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 على الجمال. قولي بقى عملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ ايه بقى اللي انت قلتي لي عليه؟ موضوع سالي بنتنا، يعني جهازها، فرحها. يا حبيبتي قلت لك قبل كده وكتير، ما تقلقيش، خلاص الموضوع انتهى. طب كويس، بس انتهى ازاي يعني؟ ايه ازاي دي؟ مش هقول لك ازاي. ليه؟ هو انا مش مراتك ومن حقي اعرف عنك كل حاجه؟ ايه نغمه مراتي الجديده دي؟ مراتي، بس مش لازم اقول لك كل حاجه، مش لازم اقول لك ازاي. طب معلش من غير عصبيه، ازاي حبيبتي احنا متجوزين بقالنا 25 سنه وانت عارفه طبعي كويس؟ طبعا انا عارفه طبعك كويس قوي. انت عايزاني بقى بعد المده دي كلها اغير طبعي؟ لا طبعا مش ممكن. منصور؟ مفيش منصور، خلاص الموضوع خلاص. طب هو السؤال الاخير بس، موضوع تامين المستقبل. اسطوانه مكسوره. فهمت انا ايه من جي يعني؟ ايوه ولا لا ولا بفكر. ادخلي. نيلي هاني وهشام بيبره. طيب ادي خبر رسالي وانا جايه على طول. اديت خبر يا فندم. اديتيها خبر؟ طب شوفي يشربوا ايه. يلا حبيبتي. قلت ايه بقى يا منصور؟ قلت ايه في ايه؟ روحي اقعدي مع نسايبك، مش صح تسيبيهم كده. اتفضلي. ميرسي. اتفضلي. لا شكرا. اتفضلي. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ده ايه النور ده؟ ازيك يا هشام يا ابني؟ وشك ولا وش القمر؟ اهلا يا مدام نيل. اهلا بيكي. اتفضلي حبيبتي. والنبي يا ماما بلاش تقولي له الكلام ده، عشان هو ده اللي بيخليه يتغر وبيعمل اللي بيعمله ده. وهو يقدر برضه يسالي حبيبتي؟ ايه يقدر دي يا ماما؟ هشام؟ مش هشام، انا فعلا جاي النهارده علشان احط النقط على حروف كتير. يبقى احسن برضو لو كنت تقصد. اطلاقا، هو ما يقصدش حاجه ابدا يا سالي. ولا يقصد. سالي، هو بابا قال لك ايه؟ يلا يا حبيبتي خدي خطيبك وخرجوا في الفراندا، اقعدوا اتكلموا، حلوا مشاكلكم بهدوء من غير نرفزه. وهو بعد الشر في مشاكل عشان يبقى في نرفزه؟ لا يا حبيبتي بعد الشر. يلا خدي خطيبك وخرجوا على الفراندا، هدردش انا شويه انا وطنط نيلي. اتفضل يا بيه. مساء الخير. اهلا 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 نور. ايه يا سي هشام؟ سائل عوج ليه اليومين دول؟ مش فاهم، سائل ازاي يعني؟ يعني بتزعل سالي كل يوم والتاني من غير لازمه. لا الحقيقه اذا كانت هي بتزعل فمش معنى كده ان انا اللي مزعلها. اما اذا كنت انا اللي مزعلها فده ما بيكونش من غير لازمه. يا حبيبي سالي هتتفاهم مع خطيبها زي ما انت قلت بالظبط. طيب نشوف ان شاء الله. نيلي هانم انا اسف لازم اخرج، عندي شغل. اتفضل بيت بيتك وسلميلي على شكري. يوصل يا باشا، مع الف سلامه. اتفضل اقعدي. استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال العمليات العسكريه التي نفذتها قوات الاحتلال في بلده ياطا الواقعه جنوب الخليل بالضفه الغربيه. يأتي ذلك في الوقت الذي أدانت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال في حي شجاعية شرق مدينة غزة، فضلا عن عملية الاجتياح في قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال وإصابة نحو 15 آخرين. واعتبرتها مجزرة يا عمر، ما تشوف لنا محطة فيها أغاني ولا حاجة بدل الأخبار المهببة دي. حاضر يا فندم. حاضر. بس لحظة واحدة بعد إذن سعادتك يعني. إيه يعني؟ ما كنتش عندك اهتمامات سياسية وإحنا مش داريني؟ لا لا يا فندم، سياسي إيه؟ أمال تسميها إيه بقى دي؟ ثوراجي يعني؟ لا والله ولا ثوراجي. أمال الاهتمام ده تسميه إيه بقى؟ هو بعد إذن سعادتك ممكن تسميها وطنية. الو، مشتركه مع الجانب الفلسطيني. اهلا يا عاطف. ياتي ذلك في الوقت الذي اعلن. لا سمح المره دي بس ما تعادش تاني، قول اللي انت عايزه بقى باختصار سريع كده. انها قامت
باطلاق عدد من القنابل اليدويه ما نفطري لهناك ردا على بس تقعد نص ساعه بس مفيش غير انا غلبت افهمك ده يا سالي ان كلك اهتمامات جد شويه ما ينفعش تبقى كل اهتماماتك في الموضه والبومات الاغاني والرقص جد ازاي يعني على الاقل تعرفي الدنيا اللي احنا عايشين فيها تعرفي مشاكلها نتناقش فيها اعرفها ازاي تقربي منها واللي ما تعرفيهوش تساليني فيه هستفيد ايه هتستفيدي انك بعد كده هيبقى لك بيت واولاد الاولاد دول انت هتبقي مسؤوله عن تربيتهم وتعليمهم وفوق ده كله هتبقي شخصيه ليها اعتبار وكيان جديره بانك تكوني حرم استاذ في الجامعه اللي هو حضرتك طبعا ايوه سالي قول بقى انك عايزني ابقى تابع عليك وامتى اخدها منك لا انا عايز قيمتك تبقى من ذاتك لكن على فرض انك بتاخدي قيمتك مني ايه العيب في كده العيب يا استاذ هو غرورك واذا كنت فاكر نفسك هتبقى استاذ في الجامعه بحقه حقيقي فانا بنت منصور الشهاوي هي دي المشكله فعلا بتقول ايه يا سالي يا سالي انا قصدي احررك من الاعتقاد ده انت ما تعجبكش البنت المودر انت عايز لك واحده معقده وعلى العموم هم قدامك هم على قفا من يشيل اختار لك واحده فيهم اخترتيني انا ليه ايه اللي جبرك انا ما حدش يجبرني على حاجه يا سالي مش بقول لك مغرور يظهر ان مفيش فايده يعني يعني انا مضطر اسيبك دلوقتي وعايزك تفكري في حقيقه كلامي ده كويس تراجعي موقفك معايا واذا ما كانش عندك استعداد انك تتغيري انت حره لانها يمكن تكون دي الفرصه الاخيره ايه فرصه اخيره انت فاكر نفسك مين انا اللي برفضك وانا اللي مش عايزاك لانك متخلف ومعقد انا اللي بديلك فرصه تانيه لكن دلوقتي خلاص ده انت لما تبوس ايدي مش هرجع لك تاني. لا مفيش اشوفهم بس في ايه اتفضلي حضرتك اتفضلي عن اذنك اتفضلي ايه يا سالي ايه اللي حصل والله فعلا يا فندم الميعاد ده افضل بكتير بعيد عن زحمه النهار ودوشه الشغل ولا عياد انا رايح من بينها ما علينا ايه الاخبار احنا اللي بنسال يا باشا ايه واحنا لحقنا نعمل حاجه ولا انتوا فاكرين ان انا معايا حصص سحريه يا سلام اقل منها يا فندم طب يا فندم يعني مفيش ولا خبر صغير كده يكون حلو شويه اوكي انا مش هكسفك الدراسه المبدئيه للمشروع مشجعه عشان عارفك زنان انا شكلت لجنه هتكتب لي تقرير مفصل بعد مرور اكثر ايه مالكم يا جماعه في ايه ما تكونوش فاكرينها سرق بيض يعني ده مشروع كبير انت قلت لي المرحله الاولى بتاعته هتكلفنا كام 100 مليون دولار اه دي قلت يا باشا مش مهم خالص ال 100 مليون المهم فايدته للاقتصاد القومي يا عالم مش واثق فينا ولا ايه يا فندم الله انا ما كنتش واثق فيكم ما كنتش مشيت معاكم خطوه واحده في الحكايه دي ولا كنت استلمت منكم الدراسة أساسا الحمد لله كده الحمد لله طبعا يا فندم بس يعني الحقيقة يعني حضرتك سيدي عارفين إن عملية اللجان دي عملية معطلة شوية أكيد يا فندم حضرتك عارف إن اللجان دي هي آفة الإدارة المصرية مش مع منصور الشهاوي أنا بعرف أختار الناس كويس قوي لا في دي طبعا يا فندم محدش يقدر يتكلم طب يا فندم أنا عندي اقتراح اتفضل يا سيدي قول ما انت زنان في الخير بس يا باشا في الخير في الشر قول ما تضيعش الوقت ايه رايك يا فندم انا بقترح على سعادتك نستضيف حضرتك كام يوم كده في شرم الشيخ او تبقى قريب من الموقع وتعينه بنفسك ولما ترجع تكون اللجنه خلصت التقرير بتاعها ونبقى ضربنا عصفورين بحجر تبقى حضرتك استريحت شويه من الشغل وبالمره برضو تبقى اطمنت بنفسك والدعوه مفتوحه لاي حد يجي مع سعادتك انت لئيم يا عاطف لا وانت سادق يا فندم متعه وراحه سعادتك هي شغل الشاغل اوكي قبلت الدعوه عظيم وتذكره الطياره هتكون جاهزه من بكره ان شاء الله ايه تاني
تحب سعادتك نتكلم دلوقتي ولا هناك ولا لما ترجع احسن؟ مش بقول لك لعيم. لا باشا، بس بحب اخلص اللي عليا اول باول. مستعجل يعني؟ ما قلنا في الخير بس يا باشا. هو كان مشروع فاشل من اول. انا مش عارفه هقابل عناية هانم باي وش. هتقابليها فين؟ في النادي، في الجمعيه، في اي حته. انت ايه ذنبك؟ إذا كان هشام نفسه بيقول فسخ الخطوبة دلوقتي أحسن من الطلاق بعد الجواز، خصوصاً لو كان في أولاد. وهم هيفكروا كده برضو؟ والله بقى لو ما فكروش كده يبقوا غلطانين. لا بقى، ده هم هيبصوا للمسألة من ناحية كرامتهم. قصدك من ناحية كبرياء. بالظبط. طب بس يا ترى رد فعل منصور بإيه؟ هيبقى إيه؟ والله ما أنا عارف. أصل بنته دي دلوعة قوي، ممكن تشحنه جامد. طب وبعد ما تشحنه؟ ما اعرفش، ما اقدرش احدد. يعني ممكن يعاكس هشام في شغله؟ ممكن، ليه لا؟ انتوا لسه بتتكلموا في الموضوع ده؟ ما تنسوه بقى خلاص. بابا انا اسف. لا يا ابني ولا اسف ولا حاجه. الظاهر ان الاسم والنصيب هما اللي حكموا. وربنا يستر. ايوه ربنا يستر. والله يا جماعه انتوا بتبالغوا في قوه منصور بيه ده قوي. اوعى بس يا هشام. ماما هو ليه صلة بالجامعة عشان يقدر يعمل لي حاجة؟ أيوة يا ابني، ده راجل واصل له اتصالات في كل حتة، عامل زي الأخطبوط، وألف واحد يتمنوا إنهم يخدموه. حتى في غير الحق يا بابا. حق إيه بس يا هشام اللي أنت عمال تتكلم عنه ده؟ مش أنا بقول لك أنت بتفكر تفكير مثالي؟ بالعكس يا بابا، أنا واقعي جدا، وعارف النوع ده من المسؤولين اللي زي منصور بيه. دول مجرد نمور من ورق، ما بيملكوش القوة، لكن بيملكوا مظهر القوة. وخوفهم على وظائفهم بتخليهم اضعف من ان هم يخشوا في معارك مع حد متمسك بحقه. شرم الشيخ؟ ايه رايك في المفاجاه الجميله دي؟ هنمضي هناك 3 ايام ما تحسبوش من العمر. لا وايه، بعيد بقى عن التليفونات والعيون الفضوليه، والطبيعه هناك تخبل. ايه مالك يا حبيبتي؟ مش هو ده اللي انت كنت بتتمنيه طول العمر؟ ايوه بس ما كانش قصدي شرم الشيخ، انا كان قصدي نسافر امريكا اوروبا، مش شرم الشيخ. أمريكا أوروبا؟ إيه؟ وأنا أقل منها؟ لا طبعا يا حبيبتي، أنا مش قصدي كده، ولكن أنا عايز أقولك عليه يعني ما مش أول ما الواحد يشطح ينطح. أصل إيه الفرق بين هنا وهناك؟ ما أنت هناك برضو معروفة، هتقولي كاني وماني. لا مش للدرجة دي برضو. طب لما نشوف. هتشوفي حبيبتي، أنا مقدر لك التضحية بتاعتك دي، صدقيني أنا حاسس بيكي. صحيح يا منصور، أنت حاسس بيا؟ طبعا حاسس بيكي يا حبيبتي، ده أنا مش حاسس بالسعادة غير وانتي معايا حقيقي والله. بتملي حياتي بهجة، ده أنا ما بفرحش غير لما بشوفك بتبتسمي، وإلا لما تضحكي وضحكتك تقلب. الحمد لله على السلامة يا سي عمر. الله يسلمك يا فندم. استأذنك يا باشا حمشان. تعالى يا عمر، أنا عايزك. سعادتك كمان. كنت فين يا سي عمر؟ انا اصلي كان عندي عزاء يا فندم. لا، الباقيه في حياتك. الباقيه في حياه حضرتك. عمر انا عايزك تجهز العربيه وتسبقني بكره على شرم الشيخ، وانا هحصلك بعد بكره بالطياره. اسبقك على فين يا فندم؟ ايه ما سمعتنيش؟ مالك في ايه؟ معلش ارجوك اعفيني يا فندم. ايه تقول ايه؟ بقول سعادتك اعفيني من الحكايه دي. ليه؟ عشان ايه؟ مالك؟ اتكلم يا فندم. انا ما اقدرش اروح سينا برضو. ليه؟ ما تنفعش من غيرك يا عمر. قلت لك يا سيدي. معلش اعفيني يعني. انت حتى لما تعتذر بالشكل ده تبقى فيها بواخه يا اخي. ارجوك يا فندم. بكره تسبقني يا عمر. ارجوك بالامر. سنة 73 وانت ايه يا عمر؟ هتعديها بكرة وانت ايه دلوقتي؟ ياه
سنين طويلة قوي من سنة 73 ما جربتش انك تعملها. يا ترى هتقدر دلوقتي؟ يا بنتي يا حبيبتي كفاية عياط، ما حدش ليه دعوة. هو انا مش نبهتك من قبل ما تقابليه؟ انت ما فيش فايدة فيكي تعملي العاملة وتندمي وتقعدي تعيطي. حضرتك فكراني ندمان عليه ولا بعيط عشان؟ طب ممكن افهم، انت دلوقتي بتعيطي ليه؟ بعيط عشان انا، مش انا الواحد زي ده يقول لي هديكي فرصة تانية ولا يسيبني من اصله. انا اللي المفروض اديله فرصة تانية وانا اللي ارميله الدبلة في وشه كمان. يا سلام، يعني انت زعلانة وبتعيطي عشان كده بس؟ مش زعلانة على خطوبتك اللي اتفسخت من شاب زي ده في 60 داهية؟ هو فاكر نفسه مين؟ عشان معيد في الجامعة واستاذ بحقيقي؟ طب انا ما يجي بابي هخليه يعرفه مقامه ويكسر غروره ده ويوري له هو مين وانا مين. ايوه بس بابي قالك حلوا مشاكلكم مع بعض، مفيش داعي يتدخل في الموضوع. لا لازم يتدخل، وانا مش بنتكم. يعني لو بابي اتدخل انت هتنبسطي؟ ايوه هبقى انتقمت. انتقمتي؟ انت عايزه تعملي فيلم غرام وانتقام؟ لا انتقام بس. انت كده ما حبيتيهوش. انا احب واحد معقد ورجع زي ده؟ يا ساتر يا ساتر، ده انت متقلبه قوي يا بنتي، بالسهوله دي غيرتي رايك؟ ايوه ده انا سالي، سالي منصور الشهاوي. اطمنت بقى دلوقتي يا سنادر؟ يعني ايه؟ في ايه تاني؟ شوف عاطف، انا ما بحبش اتصرف على امل، انا بحب اتصرف على واقع. واللي سمعته النهارده ده مش واقع؟ يبقى واقع لما يبقى عقد تخصيص الارض في ايدينا. يعني ايه بقى؟ هياخد الفلوس ومش هيخلص مثلا؟ والله كل شيء جاهز. تفتكر يعني لو عمل كده هنعمل له ايه؟ هنشتكيه مثلا ولا هنرفع عليه قضيه؟ لا لا طبعا، بس الالتزامات اللي من النوع ده عمر ما بيبقى فيها غدر ولا خيانه من اصحابها، زي ما يكون في بينهم مساك شرف ملتزمين بيه. الله 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 الله. عجباني قوي مساك شرف دي، مساك شرف بين ناس اساسا ما عندهمش شرف. ايوه بالظبط كده، بس برضه ما نعتمدش على كده يا عاطف. مفيش دفع مقدم، سلم واستلم، كاش اند ديليفري. ها مش دي كلمتك اللي انت دايما بتقولها؟ دول 5 مليون دولار يا حبيبي مش لعبه. هما صحيح مش فلوسنا بس احنا ضامنين. مفيش مشاكل، هو هيقبل، لان ما اظنش ان هو ممكن يضحي بمبلغ زي ده قدام شرط عادل من النوع ده. بس شفت طريقته في الاول في الكلام، زي ما يكون صياد ماهر او لاعب حريف، يسيب في الاول وبعدين يسحب، يعشم وفي الثانيه يراوغ، وعمرك ما تمسك عليه كلمه واحده بس غلط. مش ممكن ابن ابلسه محترف. شرم الشيخ يا هنايا، طب ما رحتوش ليه يا اختي حلوان احسن؟ انت هتتريق عليا يا ماما؟ لا يا اختي انا مش بتريق، انا بتحصر. جاتكوا خيبه على دي جوازه اهو. انت كده دايما تضغصي عليا فرحتي يا بنت. شرم الشيخ دي بيروحوها العيال الطلبه رحلات. هو انا يعني كنت طايله حلوان اللي انت بتقولي عليها دي؟ كنا فين وبقينا فين؟ وعلى رايه اول ما نشطح ننطح. ومشيت انت ورا كلامه ده. كنت عاوزاني اعمل ايه؟ عصا؟ لا يا حبيبتي، تعصي ازاي؟ انا عايزاك يا بنت تتنحراري كده وتخليه يحط حقك في باله. هيحصل، هو وعدني ان شاء الله. قولي لي يا بنت، هو عامل لك عمل ولا سبيكي؟ الله، مش جوزي؟ تجدك خيبه جوزت الندامه انت وهو. الله يسامحك، بس مش دي الجوازه اللي كنت اول واحده فرحانه ومزقططه عشانها؟ كنت فرحانه فاكره انك هتتمتعي بعز وجاه. اتى بيه هو بياخد وما بيديش، فاكر الجاريه اشتراها بفلوسه. الله يسامحك يا حبيبتي، انا مش قصده دهنك، انا عايزاكي تبصي لمصلحتك. ما هو وعدني. خلينا ورا الكذاب برضو. خلاص سكت، بس بقى عايزاك تفتكري كلامي ده، لو كنت حية او ميتة. بعد الشر عليكي.
خلاص قومي كملي بقية توضيب شنطتك وتروحي وترجعي بالسلامة. أنا هستنى حضراتكم تحت في العربية. أنا جاهز أهو، سلوى جوه وجاية حالا. براحتكم يا فندم. سعادته قال لي أدي الكتالوج ده للأستاذ أشرف. إيه ده؟ ده كتالوج لموتوسيكل نازل جديد في كل الإمكانيات. ليه أنا ده؟ وسعادته بعت معايا كمان لأنسة نهى الكتالوج ده. استني. بعت لها إيه؟ إيه اللي معاك ده يا أشرف؟ لسه مش عارف. هاته هاته. وحضرتك اتفضل استنانا تحت في العربية، احنا نازلين حالا. براحتكم يا فندم. ما شاء الله عاجبك كده؟ هو الكتالوج التاني اللي كان ليه ده كان فيه ايه؟ ما تسأليش. ازاي يا ماما هو مش خلاص يا بنت؟ طب ورينا انا كتالوج الموتوسيكل ده شوف فيه ايه؟ لا. طب هو ايه حكايته بقى رفيق بيضة بالظبط؟ جاوب حضرتك. معلش يا اشرف عشان ما نتأخرش يا حبيبي. انا عشان حضرتك بس هروح المشوار ده وليه بفكرك لتاني مرة عشان بعد كده؟ أنا اللي بفكرك، بلاش نسبق الأحداث زي ما اتفقنا وربنا يعمل الصالح. ممكن تتفضلي بقى؟ حاضر يا بابا. وانتم النهاردة أجازة، استغلوه في المذاكرة. ايه ده انك دي؟ افتح لها يا أخي. حاضر. باي، احنا مش هنتأخر. باي باي. يلا يا بابا. اتكلمت مع حضرتك قبل كده وقلتلك ان انا عايز اشيل عنك حمل الاولاد وشيء من الرفاهية مش هيضر، ولا انت ايه رأيك؟ لا من فضلك يا رفيق بي. لا يعني ايه مش عايزاني اشيل عنك حمل الاولاد؟ انا مش هتخلى عن ولادي. انا ما قلتش كده خالص، قصدي مش هتخلى عن مسؤوليتي ناحية ولادي ولا اقصد دي برضو. خلاص بقى يا سلوى، الراجل شرح وجهة نظره وكان عنده حسن نية وخلاص. بقول ايه، ما تيجوا نغير الموضوع ونستمتع بجمال الطبيعة وجمال القعدة زي عم قال. اتفضل يا متر. تفتكر يا اشرف؟ ملهاش تفسير غير كده. مش يمكن يعني اللي ما بينهم شغل؟ لو كان شغل ليه جده ما قالناش لما ماما قالت له يقول لنا؟ لا وكمان لهجتها في الكلام كده تدل انه مش شغل. لا 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 مش شغل طبعا، شغل ايه؟ ما هو يعني لو كان كده كانت على الاقل تبقى مبسوطه او قلقانه او الحاجه من الحاجات دي، بس انا شايفاها زعلانه قوي يا اشرف. معاكي حق، حاجه تحير، بس هو على فكره راجل شيك قوي وغني قوي. انا كان نفسي اشوف كتالوج الموتوسيكل ده، انا شفت صورته على الغلاف كان رهيب. طول عمري نفسي في موتوسيكل، بس ايه ده بقى مش اي موتوسيكل، يعني عارفه موتوسيكل غالي قوي وامكانياته جباره.
تفتكري كان قصده ايه؟ يجيبوا لي هديه مثلا؟ تخيلي لما اروح بيه الكليه. بس انا عارف ماما كده كده مش هتوافق حتى لو كانوا يعني. هو لا يعني لو حصل كده احنا هيبقى موقفنا ايه؟ اشرف انا خايفه قوي. خايفه من ايه؟ مش عارف، مش متصوره حد يجي يحل محل بابا مهما كان. يحل محله؟ ياما ياما عمر. نويت خلاص يا حبيبي؟ بامر الله ان شاء الله. طيب من غير شر هتتاخر؟ لا ياما، كلها يوم ولا اتنين بالكتير وهكون هنا. تأمرني بحاجه؟ سلامتك يا حبيبي، سوق على مهلك يا عمر. يا اخواتي شاديه والله، سوق على مهلك. ما تلاقيش هنموت، خلي بالك من نفسك. حاضر. مشاهد بقول لك ايه، خلوا بالكم من بعض. يا اخويا خلي بالك من نفسك انت. لا لا الا الله، محمد رسول الله يجعل لك في كل خطوه سلامه يا عمر. سلم بالغياب وادي المدى غرقان سكوت، مليون سؤال ومفيش جواب. فارد شرايينك حدود، رافض تسلم بالغياب وادي المدى غرقان سكوت، مليون سؤال ومفيش جواب. مين اللي خان فينا الصور بدل في آيات الوفا؟ مين اللي شخبط ع الصور وسرق من العمر الدفا؟ وسرق من العمر الدفا. مراني اسعد 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 حضرت الضابط وين؟ سامعني؟ بس انا ما قدرتش. لكن ما نسيتكوش، اكيد انتوا عارفين كده، عشان انتوا ان شاء الله احياء عند ربنا زي ما وعد الشهداء. عد الاهات يا الم واصرخ وقول يا ناس، نشف الدموع الالم شخبطنا في الكراس. يا ألم واصرخ وقول يا ناس، نشف الدموع الألم شخبطنا في الكراس. ياللي دفعت الثمن آن الحسد والجر، أديت فرد للوطن والسنة ويا الفرد.
ياللي دفعته التمن قال الحصاد والجر اديته فرد الوطن والسنة ويا الفرد مسجون لسابع سما مدفون لسابع أرض. انت بتعمل ايه يا جدع انت هنا؟ بتعمل ايه؟ الجملة دي تعتبر اهانة ليا. احنا مش محتاجين حاجة من حد. يعني ايه بس كده؟ كل ده بره الموضوع. مين اللي يسأل مين؟ يعني لو قلنا لا مفيش حاجة هتتم؟ انا مش عارف ايه اللي دخل في مخه ولخبطهوله بالمنظر ده. هما رأيهم ايه؟ يا رب يفتن عشان الكل يعرف. انا بشوف المسائل بشكل مختلف الحقيقة. مرمرنا وساعات المر وبتفوت السنين وتمر تمرمرنا وساعات المر يمرمر شهدنا ويمر في غمضة عين في غمضة عين يفوت العمر تغير ملامح وتتبدل مطارح نتوف في الزحمة عن روحنا ولسه فاكر انك حر ولسه فاكر انك حر وبتفوت السنين وتمر تمرمرنا وساعات المر وبتفوت السنين وتمر تمرمرنا وساعات المر يمرمر شهدنا ويمر في غمضة عين في غمضة عين يفوت العمر يا زارع في الخلا حلما ورامي عالزمان حلا يا زارع في الخلا حلم ورامي عالزمان حلم وتوها سكنة جوانا بتسأل ايه رمك عالمر بتسأل ايه رمك عالمر وبتفوت السنين وتمر تمرمرنا وساعات المر وبتفوت السنين وتمر تمرمرنا وساعات المر يمرمر شهدنا ويمر في غمضة عين في غمضة عين يفوت العمر.